ويا حبيبي على مقلوبة اللحمة ما اسكاها. الله على الريحة، ما شاء الله ما شاء الله. نقولها تعالي، وين الزهرة؟ انا بحب الزهرة بموت عليها. مش غلطاني بحكم الشيف، ومهما تدور ومهما تلف على نفسك هالطبخة تشيف هي رئيسة وزراء الطبخات. بس لما بتاكلها في القدس طعم العز بيحيي النفس، ومع كل لقمة كرامة تحس يا ابو جوليا. ذق هالكلمات، هذا اجمل مكون من مكونات المقلوبة. المكان حفرجيكم الطريقة الفلسطينية المرتبة، هذا اللي بنشوفها في فيديوهات اللي بكون في الأقصى، بكون بقلبوا المقلوبة هيك وقبة الصخرة بتكون في الخلفية. إشي مقدس، إشي قريب من القلب. عشان هيك ركز يا أبو جوليا يا حبيبنا اللزم، وأطرق السمع وتقلقش. أمرق على ساحل القدس وامسح دمع العيون، دمع المحبة والنفس غير النفس حتكون، حتى الهوى غير الهوى، بلسم لروحك والدوى، تلمح في ساحات القدس ختيارة يما مشلبة. ختيارة يما مشلبة بثوب الوطن مجلببة، تفرد حصيرتها إذا هب المرابط للفدا تنده، وبحتها عزف يا بني ميل تطعمك مقلوبة يما مطيبة. مقلوبة مقلوبة من ريح القدس، ريحتها بتغيظ العدو كانها عروس وسط العرس، بالزفة أحبابها بدو عند الطرف، عند الطرف بلمح لجندي في بزت وقاعد وبسترق النظر. معقولة طبخة جدتي على العادي بتشكل خطر؟ اقلبها اقلبها وادعي لأهلها، ومع كل دق ع ظهرها كانها رصاصة تدق نغمات الوتر، تعزف لحن عز بصبا. قصة صغيرة من القدس، قصة صغيرة من القدس، مقلوبة يما مشلبة ببهار عز طيبة. يا الله يا الله، ما أطيبها ما أطيبها. الله يطعمنا هاللقمة ولقمة أخرى في ساحات الأقصى وقبة الصخرة. خاطرك.